السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. طلبت من صديق زوجي، زوج مسافر يعني، وطلبت من صديق زوجي ياخد مبلغ 150,000 جنيه عشان يغيرهم لدولار. ايه. فخد المبلغ مني بس مخدوش، ما عدهوش، ما خدوش بعدد. ايه. بالأمانة. هو خد عشان يغيره. ولما راح المكان اللي هيغير فيه ملقاش غير مقابل 67,000 بس. ها؟ فادى الراجل الفلوس يعدها، فهو بيعدها تقريبا حصل خطأ في العدد، ف 10,000 جنيه. ايوه. فلما رجع عشان يتحاسب اكتشفنا الخطأ ده، فهو للأسف تحمل المبلغ ده. فانا مش عارفة هو ده صح ولا لأ، وقال لي انت مش مسؤولة. لا، كلاكما مخطئ. نعم. أنت مخطئة، لم أعطيت المال دون عد. نعم. وهو مخطئ أنه لم يعد المال. نعم. فإذا كنت تثقي في دينه، نعم، هو أمين فعلا ومحترم. محترم، لا تغرميه. أوه. على أي أساس تغرميه؟ يعني المبلغ 10,000، يعني هو أخذ المبلغ منك وذهب لتاجر العملة يغيرهم. نعم. فبيعد الفلوس هناك وجدها ناقصة. لا مش وجدها، ما لقاهاش ناقصه. ايه؟ هو غير نص المبلغ من واحد، قال له التاني الفلوس هو يعد، يعني قال له انا معيش غير مقابل 67,000 جنيه. اه يعني عفوا، طلع له من الفلوس قال له خد عد الايه. عفوا، يعني هو مخطئ ايضا انه لم يعد، هو يسلم للتاجر. ايوه تمام كده. نصفي المبلغ اذا، نصف عليك ونصف عليه، والله اعلم. جزاك الله كل خير. وياكم. نعم.